هذا وصلت مملكة البحرين تسجيل انخفاض في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا لتصل إلى ما دون الثلاثين حالة نعم فقد أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 27 حالة قائمة جديدة منها ست حالات لعمالة وافدة و21 حالة لمخالطين لحالات قائمة فيما لم تسجل أي حالات قادمة من الخارج كما لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم هذا وأعلنت وزارة الوزارة تعافي 68 حالة إضافية ليبلغ العدد اجمالي للحالات القائمه 600 وحالتين